ازيكم يا جدعان؟ النهارده فيديو جديد. النهارده هنلعب فيديو ستانت كده ل جي تي كده، كان نزلينها ابديت هجربها. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، هو تقريبا في حاجة هنا، بس ما شاء الله الوعدة ملك. وسع حبيبي من اخره. يا بابا انت رايح فين؟ راح مني فين؟ اديني نبي. وسع حلو، وسع عمور، وسع عمور من اخره. وسع حبيبي ابن ال ولا يا ابن الحق. الحك هنا جامد اوي يعني، الصراحة الحك هنا جامد اوي. واحد طرعه، اتفضل يا عم. يلا الاماكن دي، الاماكن دي ولا يا دين على الغباء. ايه ده؟ هو في واحد اتفرج؟ لا 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 عاش 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 التالت، عاش اللي زقه. اوه جميلة يا اسطى. نازل بال 811 يا اسطى. تفش خد خد. انا نازل بال عايزها؟ عايزها؟ لا شكرا. انت نازل بيها قلت لك؟ انت ليه؟ طايره؟ لا خليها لك يا حبيبي. يا حبيبي بلاش حك، انا مش فاهم اللعبه دي. حكك ليه؟ وسع 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 وسع. ايوه الاول يا اسطى. زميلي على الوضع ايه؟ ده انا معايا في الرالي دي ولا ايه؟ ايوه ايه ده؟ انا لا تمام، احسب اتخبل. وانا انا صوت زريعه ولا ده في واحد مع يا ابن الذين. استنى اوعى. بسرعه 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 على على وضعي. عاش لو زايرس ده عايز اعديه. اوحش حاجه في العربيه ان انا بعمل دريفت بطريقه غبيه. تعالى يا عم القادم. ده انتوا انت مركز الكام يا حبيبي كده؟ بلاش هتقول له راجل. سبع على وضعك. بص انا يعني الواد ده انا ممكن اعدي. ايوه ايوه قربت اجيب اول واحد اهو. انا الملعن. لا لا يا كلب. استنى استنى اهو اعدي او خبطت فيه. الله 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 عليا. الله عليا. الله الريس ده تحت الخبرة، والخبرة والخبرة فيا كلها. يا عبد اللذين عداني بسرعة ليه كده؟ هي وزير السريع كده ليه؟ يعني أحسن عربية أحبها. مش متوقع إن هي تبقى كده. بس كسبيد الصراحة 8111 مش عارف ليه. بص بتسابقها كلها. اه زميلي السباحة يخلص كده. يا حبيبي الناس اللي انت بتخطف فيك دي. ايوه 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 انا الاول. ايه ده؟ ده لسه لاب. اوعى علي. يا كذا لاب؟ تو لاب تقريبا. ايوه ايوه. انا عن نفسي الواد لازق فيا ورايا اصلا. ربنا يستر. بس الواد ده على وعده ربنا. عارف لو اي واحد تاني يخش فيك عشان اخد المركز الاول، لكن ده عدي من جنبي. انت بس الصراحه انا اقول لك اعترف لك ان انت عمرك ما هتسابقني ولا كده، ان احنا بص في بعض بطريقه غبيه يعني. كاني بلعب 1 في 1 سباق. عادي عادي عادي. انا احس ان انا هتعرف في التاني في الاخر لما بص هيسابني بطريقه غريبه كده. يا نهاري انا لسه هبتدي. لا ما بقول لك انت بقى. يا لهوي ما انا اصفر.
رب. مش عارف ليه انا حاسس ان انا يعني فاهم اللي هو لا اللي هو انا هاخد المركز الثاني. لا لا علي 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 انا اخدت المركز الثالث. اخدت المركز الرابع بغبائي. الله هو. لا يا كلاب انا كنت الاول. بص كنت المركز الرابع 14 يعني ده انت بص انت تركني على جنب انا ما منك ولا عبش. كل ما عدي واحد معاه من جوه طب يعني والله ما اسطى بيفكرني عارف بيفكرني في مصر كده بس يا ابني ما تمشي يا لهوي بقى ده شيء يا اسطى لكن في الواقع مفيش كده مفيش كده ده بخامل جد حرام ودي انا لو عديت على عالمه اللي هو استحالة يعني ايكو ايكو قال لك انا اخدت مركز الخامس ودي قال لك لو سمحت بس انا هسبقه انا اهو انا اهو انا اهو هات الواد ده ولا ولا من اين انت اول اول لا ايه اللغه العربيه الفصحى دي من انت يا رجل الاحول اكيد زوج مصريه سوف اجعلك تتزوج مصريه لا لا اجعلك تتزوج مصريه هل تحب الجثث؟
متألف يا ابني، بيفكر هيقول ايه. لا لا تاخد على قفاك. قبل لك لا قبل لك ثلاث مرات.